مرسيه أسان محتر تلاغرنا المناسبات مناسبة على ذكرى استرجاع المحروقات وتميم المحروقات وخيرات البلاد واللي تزامنت مع قرار اتخذته السلطات العمومية على رأس المرحوم هواري بومدين، وين قال أنه قررنا اليوم ابتداء من هذا التاريخ في سنة 71 في 24 فبراير 1971 قال قررنا استرجاع خيرات بلادنا، وهذا اللي تدعم الاقتصاد الوطني، وهذا قرار كان جريء، كان قرار حقيقة أنه يكمل السيادة الوطنية للشعب الجزائري على بلاده وثروات بلاده، لأنه هذه الخيرات والله هذه المحروقات كانت مستغلة من طرف الشركات الأجنبية آنذاك. وتوقعوا أن الفرنسيين، أنا تذكر أنا كنت صغير تذكر أنه نسمع كلام باللي لما يخرجوا الفرنسيين ولا شركة الأجنبية تغادر أنه راح يتوقف كل شيء، ولكن الجزائريين عراوا على ذرعيهم وهم اللي اجتهدوا ونجحوا في تسيير كل المركبات وكل القواعد البترولية، وبالتالي نرجع لهم ونقول لهم بارك الله فيهم، بارك الله في كل من ساهم في هذا الجزء. الذكرى الثانية وهي الاحتفال، أنا كعامل وأنتم كعمال معي نحتفل بذكرى عزيزة كذلك على عيننا أنه الاتحاد التأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، لأنه يعني سابقا ما كانش تنظيمات، كان تنظيم واحد وهو داخل في برنامج الثورة التحريرية أنه مساهمة العمال في إحياء هذه المناسبة العزيزة علينا كلنا. فثانية نتوجه ونترحم على ضحايا الجزائر سواء من عمال وكل فلاحين وبمختلف شرح تحم، وبالتالي تاريخ الجزائر راح مليء بالذكريات، مليء بالأحداث التاريخية، وبالتالي احنا اليوم الحمد لله بحضور كل السلطات وكل عمال، وين سجلنا فرحة تاع العمال، وين زرنا شركة مؤسسة نفطال، حقيقة كانت مناسبة يعني شفت حقيقة في أعين العمال البسطاء فرحة بهذه الذكرى العزيزة علينا. فثانية نهني الشعب الجزائري والعمال الجزائريين على هذه الذكريات العزيزة علينا لنحافظ على بلادنا، لنتحد من أجل الجزائر واحدة موحدة، لنحافظ على اقتصاد بلادنا، ونقول لها تعيش الجزائر، تحيي الجزائر عزيزة مكرمة. شكرا سيدي.